يدعو إلى الرضا أن أمانة تسير ولله الحمد بخطى متزنة في الاتجاه الذي نعتبره هو الصحيح، وندعو الله العلي القدير أن يوفقنا إلى مزيد من النجاح من أجل عمان وأبنائها البررة المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين. لقد تمكنت عمان بفضل من الله وتوفيقه من تجاوز التحديات، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم. وفقنا الله جميعاً لحمل الأمانة وأداء واجباتها تجاه عمان الغالية وأبنائها الأوفياء المخلصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.